بيت بيوت عم نحكي عن الهندسة الداخلية، عم نحكي عن التاتش الأخير يلي هيك بيقدر يعكس شخصيتنا، بيقدر يعكس حالتنا، بيقدر يفرجي نحن مين من خلال المواد يلي نحن بنستخدمها بهيدي هيك التاتش اللي بنعملها. المواد اللي بنحكي عنها يمكن كتير هي مواد منها بتعرفوها، ولكن منها مواد جديدة هي التي عم تستخدم اليوم، وفي دايما 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 أشياء جديدة بالهندسة الداخلية، وهذا يلي رح نعرفه أكثر من المهندس الداخلي والاستاذ الجامعي زاهر عبد الله. صباح الخير. صباح الخير مريم. كيفك؟ صباح، ماشي الحال؟ ماشي الحال. وانت كيفك بهالشوبيت؟ خاصه انك الحال. بدك تنزل على الورش، بدك جنون. تكون اكثر موجود على الارض. عم نحاول نتاقلم بكل العوامل الجويه 100%، العوامل الداخليه والخارجيه. نحن رح نحكي عن العوامل الداخليه، رح نحكي اكثر عن المواد. مزبوط. المواد الجديده المستخدمه. لا زاهر، لما نقول جديده، جديده هي بالمعنى الصح للكلمه، انه هذا الشيء عم نشوفه لأول مرة، أو بيكون في شيء تاتش جديد، أو بيكون في شيء خبرية جديدة. يعني بالمبدأ انطلاقا من أنه الهندسة الداخلية هي ميجر للتجدد، وميجر لنجدد بيتنا ولنجدد سبيس ونخلق سبيس واضحة وجديدة وحلوة. تنوع الماتيريالز وهيك ظهور ماتيريالز جديد قادرين نستعملهم، ومواد بناء داخلية وخارجية للتشطيبات الداخلية جديدة قادرين نستعملها، هيك بيسلط الضوء أنه بكل يعني كل ثلاث اربع حلقات او طلات نعمل هيدي الحلقه، لانه هي صارت ثابته هيدا الموضوع، لانه دائما عندنا تنوع بالمواد، دائما عندنا تنوع بتشطيب المواد، دائما عندنا تنوع بطريقه شغل هيدي المواد وقصها والاضاءه اللي بنسلطها عليها. هون انطلاق من هذا الشيء بدنا يكون عندنا شويه جرأه، بدنا يكون عندنا شويه هيك نكون اب تو ديت على الاشياء اللي عم تنزل جديد، المشاركه بالمعارض العالميه والمحليه، المشاركه بافتتاحيات الجاليريات، المشاركة بافتتاحيات على الشورومز الجديد اللي بينزلوا من الستيل، من الخشب، من كل هيدي الأشياء، لحتى المهندس الداخلي يكون عم يقدر ينقل هالمسج للزبون وللورشة وللبروجكت جديد، لأنه نحن منجمع ماتيريالز ومود بوردز ومننوع راسنا لحتى لما يكون عنا بروجكت موجودين بين إيدينا ما يكون عنا وقت لنعمل ريسيرش، لا يكون اوريدي عاملين ريسيرش، اوريدي عاملين دوفوار تبعنا، عنا هيدي الفيجن الأفون بروجي المسبقة براسنا لحتى بقى رأسا على التشطيبات الداخلية. يعني اليوم أنا إذا بدي أقول طيب شو هو الجديد؟ نعم. يعني شو هو الشيء هيك يلي عن جد يبهر، خليني أقول بهيدي الفترة، الهندسة الداخلية؟ هلا هو الجديد اللي بيشبه اللوك تبعك اليوم. ثانك يو ثانك يو، خجلتيني. اليوم بإطار المواد والتشطيبات الداخلية في عنا الخشب، وفي عنا الماربل، وفي عنا طلاءات الأرض اللي هي التبليط. طبعا اليوم الماربل هو طاغي بشكل كبير على التشطيبات الداخلية، من صالونات، من okay. من 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 أسقف، عم نستعمله بالأسقف بسلابز كبيرة، عم نستعمله بالأرضيات. اليوم في عنا الأونيكس اللي هو التنوع جديد بالماربل اللي قادرين نكسب فيه لايتينج من قلبه، الدبليو بي سي بالخشب اللي هو إطار ألومنيوم خشبي لحتى ما ينتزع مع الوقت، طريقة تضليعه وطريقة شغله وطريقة مزجه مع المواد من الخام وخشب. يعني هالتنوع بالوولز بالإنتيريور إليفيشنز اللي عم نشوفه بالسبيس، اللي هلا عم بلش نتشارك مع المشاهدين هالفيو لحتى نشوف الخشب قد ايه صار في عنده اطار بالجوينتس باللامبري، قد ايه صرنا قادرين انه نفرزه نعطيه هيدا الافيل حتى نشتغله مع اللايتنج، وهيدا الميكس اند ماتش اللي عم بحكي عنه بالماتيريالز. لما عم نعمل هالمزج الداخلي ماريات نضوي عليه، عم بتبلش تبين هالعقده تبع الخشب، عم تبلش تبين هالجوينتس تبع الخشب مع الشادوز، الفرش الفلور اللي كثير دارج، الميسوني، القماش الجديد اللي صار فيه عندنا تنوع فيه. هيك عم جاوبك بشكل عام على المواد الجديده اللي دارجه، صار فيه سيرينيتي اكثر، صار فيه نقاوه اكثر باستعمال المواد، مثل ما عم نشوف بهذا الاوفيس قد ايه رايق شغل الخشب فيه، بكفيه الاكسسوارز، بكفيه الديسبلاي، في عندنا ساعه حيط اورلوج كثير كبيره التراديشنال ورانا، عم نروح دائما على سبيس حتى باللايتنج، الماجنتيك لايت اللي هو من اهم العناصر والمواد اللي دارجين هلا، صار في عندنا لايتنج بتعطينا إناء
دينار على غرفة كاملة هي عبارة عن 2 سنتي بروفايل عم يبرم بالجبسن بود اللي عم بيكون انكاستريت. سو هالهاي تك كمان بالماتيريالز وهالتقدم بالماتيريالز عطانا هيدا المنحة بالانتير ديزاين اللي خلينا نبلش نشتغل فيه بالخرايط، نبلش نفرج الزبون كيف بينشغل ومن ثم ننتقل على التشطيب. يعني كأنه عم بتقول زاهر اليوم مثل كل شيء انه عندنا خشب بس نحن ما بقى عم نستعمل الخشب اللي كنا نستعمله من قبل، هيدا الخشب اتطور وانشغل عليه وندرس وتدخل له كمان عوامل حتى له هو يصمد اكثر او حتى له هو يصير خليني اقول اب تو ديت اكثر. صار عندنا هالميكس ما بين الخشب والرخام، صار عندنا هالميكس ما بين المرايا والخشب، الجوينتس اللي بيكونوا عندنا 3 سم او 4 سم صار فينا نطعم الخشب فيهم، طريقه القص الليزر كات اللي صارت موجوده بالمعامل، طريقه كبس القشره السي ان سي اللي بنستعملها بالخشب، طريقه شغل المطابخ اللي هي الفول جلوسي للمطبخ لانه دائما المطابخ بتكون بشققنا هي صغيره لازم يكون عم تعطي ريفلكشن كثير كبيره، طريقه تفنيش الفينيشينج اللي بنعمله لهالماتيريالز بالماربل بالتوب تبع الكابينتس الفانيتيز بالحمامات، هيدا التنوع ادى ل ظهور يد عاملة مقابلة للماتيريالز جديدة لأنه دايما اليوم النيو ماتيريالز بدها يد عاملة تشتغلها، ما بتقدر يكون عندك كوارتز اللي هو من عالم رخام عم نشتغله توب للمجلة ويكون المعلم البلاط ما بيعرف يركب الكوارتز. هيدي كتير مهمة على فكرة، هيدي كتير مهمة لأنه تو ابلاي اند سبلاي لحتى نقدر نشتري المواد ولحتى نقدر نقدمها بفينيشينج صح بزوايا صح مروبة، الجراوتينج مشغول بطريقة مهمة لأنه مش مهم اشترينا ماتيريالز جديدة. يعني مش كل المعلمين يعني قادرة أنه هي تشتغل طبعاً مع كل طبعاً اليوم بالورش وهي وهيدا الشيء صحي بالورش انه يكون نجار عم يشتغل لك بواب شركه عم تشتغل لك مطابخ شركه مطابخ ناس عم يشتغل لك فرنتشر اليوم كل مين رب مصلحته كل مين هو بيقدر يعمل فينيشينج صح على الاساس الاطر اللي موجوده عندنا هون عم ننتقل لنشوف هالتنوع اللي كنا عم نحكي عليه البيترا جراي الرخام اللي كتير حلو قدرنا طعمناه مع الخشب مع الفاير بليس بالتي في يونت قدرنا غرقنا الفاير بليس اللي هي كهرباء غرقناها بقلب الرخام هيدي ماتيريالز جديده هون بده يكون عندنا كوميونيكيشن ما بين الناس اللي عم تبيعنا الشوميني والناس اللي عم ركب مع الرخام بده يكون في اجتماعات على الورشه لحتى نقدر نطبق هيدا الحيط لحتى نقدر نوصل لهيدا الحيط الاسقف اللي هي الجبسن بورد في قصص مستغربه بعدني يعني انت بتكون عم تخبرني عم شوف الصوره بكون هيك عم بفكر بنبسط لما تقولي هيك لانه بتكوني عم بتنجحي لي فكره السبجكت اليوم لانه هي مواد جديده سو اذا عم تستغربيها يعني ما لنا ديجا فيو بقى بتكوني عم بت لا هو هيك ايه انه عم بتطلع انه كيف زبط الرخام مع الشوميني بده يكون في عندك يعني. اجتماعات دوريه على الورشه لحتى تقدر تكوني عم بتطابقي الرخام اللي موجود بالصالون بالتي في يونت مع الخشب الموجود الجوينتس يكون مفروزي قد بعضها الجراوتينج السكيرتينج من تحت النعلة عم بحكي عن اشياء يمكن على السريع ولكن هيدي اشياء بالوركشوب بتاخذ وقت بالفينيشينج اب بتكوني شغله بيت كتير حلو بتكون فرزة الرخام مزعجه بتزعلك بتفقسك اكيد الجوينتس تبع الرخام الاوبن بوك بتركيب الرخام الريبيتيشن بالتكستشر هيدي اشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار كرمال هيك بنشتغل ديزاين كرمال هيك بنعمل مود بورد كرمال هيك بنعمل هيدا الديفوار حتى يبقى الزبون هيك عنده اطلاع على كل هيدي المواد وانا بنبسط بهالتفاصيل لانه الناس ما بتعرفهم يعني الناس صح. يمكن اي متى بتنفقس يمكن حتى لما بتتسلم بيتها او مطعمها او اوتيل او شو ما كان ما بتنتبه للتفاصيل بس لما تقعد وتسكن بتصير تشوفهم صح. فلما انتم بتكونوا اخذين هيدا البارت مزبوط. هي ما رح تنزعج بعدين صح. بس بعدين بتبين كل العوامل المزعجة هو جدير بالذكر اليوم لما يسالك الكلاينت امتين بيخلص بيتي بتفكر من الاخر للاول مش من الاول للاخر بتفكر بالفينيشينج انه انا بدي 10 او 15 يوم فينيشينج اليوم الاشياء الصحيه بالورش والشيء اللي كثير بينجح الورش هو سناك ليست سناك ليستري يعني سناك ليست هو النقد الذاتي بينزل طقم الهندسي المهندسين من المكتب بيبرموا على الورشه ما بيكون الكلاينت موجود بيعملوا سناك ليست بيعملوا ليست بالديتيلز بالديفويات بالفينيشينج البرتاج قص الرخام بالحمام في شيء منه معلق البدايه عم بتروح مي المغسله منها راكبه بالصالون في اناره منها ما عم تعطي صح هيدي الليست بتنعمل باخر 10 دايز من الورشه لحتى لما نفوت دائما في اخطاء ودائما في تاخير ولكن يكون في اخطاء اقل
الاقل قادرين انه نعالجها اكثر ما يكون في اخطاء ما بنقدر نعالجها مثل السيركيليشن، مثل لما نفوت على حمام نفتح الباب بيخبط بالبيدي. هيدي الاشياء بالسيركيليشن هيدا ديفو بعالم الهندسه الداخليه، لازم ناخذ هذا منه مقبول ابدا وما بيتعدل بقى، لانه علقنا البيدي صارت انكاستري ما بقى فينا نقبع البلاط. هيدي اشياء بتردنا لورا بالمصلحه، ما بتخلينا نتقدم ابدا وبتعمل لك فوبا بمسيرتك حتى بعد ما صاروا، لانه واقفين على ورشنا، لانه الديتيلز كثير مهمه. هون عم ننتقل لنشوف هالميكس اند ماتش بالفرش مع الخشب اللي موجود، كيف رحنا على المينيمال لاونج كبيره بالسيتنج اريا، عملناها وكانها هاف مون وكانها هاف سيركل مش هاف مون، عم تعطينا هالكونكشن مع الدايننج اريا، عم تعطينا هالكونكشن مع التي في اوبن سبيس كلياتها مع برا. هون عندنا جاردن مع بيسين، لما عم نفتح الكيرتنز لما عم نفتح البرادي عم نشوف هالفيو اللي كثير حلو. نحن وقاعدين على الكاوتش كمان هيدا سيف ذو حدين، بدنا ندرس الشمس اللي سالتيني عنها هيديك المره، بدنا ندرس كيف الشمس قادره تضرب هيدا الابارتمنت او هيدا البروجكت، لحتى ناخذ بعين الاعتبار البلاك اوت تبع البرادي، القماش اللي عم نستعمله، الخشب قد ايه قريب او بعيد عن الواجهه، لان الخشب بيتاثر كثير بالعوامل الجويه. ننتقل هون لنشوف هالجرأة بتلبيس الخشب بالأسقف اللي رجعت درجة من أول وجديد، ولكن رحنا على أسقف. أنا كنت دايما أقول أنه أنا ما بشتغل بالأسقف إلا أبيض، أبدا ما بشتغل، لأنه بيعطينا ريفلكشن الأبيض، بيعطينا مساحة كبيرة. ولكن هون نجح الفرنش أوك، الخشب الفاتح نجح كتير، لأنه كتير منمل. ليه؟ لأنه الحيطان والأرضيات ما فيها تكستشر أبدا، فيها نقاوة، بقى فتح لنا المجال السقف أنه هيك يستوعب لون خشبي مع إدد مع لايتينج مع كمان هالفيتراج اللي كتير حلو اللي عم بيطلعنا على الجنين. يعني هيدي التفاصيل يلي ما بننتبه لها، انه ما بنعمل سقف الا ابيض، ولكن بنعمل غير ابيض لما يكون عندنا بالمقابل لما يكون عندنا سيرينيتي هيك نقاوي بالحيطان بالارض. واللي حبيته اكثر قصه نقد الزيت، وحبيت كثير انه قلت انه الاخطاء موجوده طبعا، يعني أكيد. اجمالا قليل يعني اللي بيعترفوا بيقولوا انه الاخطاء الصغيره هي بتضل موجوده. هي يعني الاخطاء بتعلمك، هي الاخطاء بتطورك، لانه حلو هيدا من ورشه لورشه بتتخطي، بتصير تقولي انه انا بهيدا البروجكت كان عندي مشكل بالحمامات بالنش ديزو مثلا، او كان عندي مشكل بالماربل لانه في ارتفاع السلاب اللي شارينه من السوق. اليوم الماتيريالز اللي عم تنشرها من السوق هي بتاذي بمحل أكيد. اكيد بتحكمنا بمحل انه لازم تنقص مع الوقت، لازم ينشغل عليها ينعمل عليها فينيشنج اب حلو، والا بنشوه هيدي الماتيريالز. دائما اللي ما بيجرب ما بيغلط، سو دائما لازم نجرب الماتيريالز الموجودين جديد، نجربهم باطار يكون مدروس من قبل، نروح نعمل شوب دروينجز. شو يعني شوب دروينجز؟ يعني الجدران الداخليه المراد تزيينها او اطلاقها او الشغل عليها، نروح نعمل لها انتير اليفيشن، نقص نوقف بمعمل رخام يعطينا ياس السلاب تبع الخام مترين وخمسين بمتر واربعين، نحكي مع النجار نقول له انت خشبك ببلش من هون، نجيب جماعة الشوفاج نقول لهم في شوفاج بالزاوية. هون بيصير ما بنلغي الأخطاء، بيصير في أخطاء أقل. أنا دايما بقول الخطأ الزمني أكثر احلى من الخطا الحسي، او صحيح. من خطا يعني نتاخر بالتسليم احلى ما يكون عندنا اخطاء تكنيكال ايشوز او شوفاج ما عم يكونوا مبسوطين اذا تاخرتوا بالتسليم. تتاخر الورشه شهر و10 ايام احلى ما يكون فيها صحيح. مشاكل مي وكهرباء وماس كهرباء وخشب منه مضغوط صح وتقشير. سو هيدي بتنبع من خبره، بتنبع من الاطار اليومي اللي عم بتعيشيه مع الكلاينتس، بيكون دائما في هالديسكشن مع الكلاينت انه نحن ما رح نقدر نسلم هاي الجمعه، رح نسلم نيكست ويك، لانه بعد ما قدرنا نشوف شو الاخطاء، ما عملنا تيستينج للورشه، لانه ديزو مثلا سنجاريه ما بدي اقول على المعلمين هن اللي بيتاخروا كمان، وبالتالي انتم بالواجهه انت بدك تتحملي مسؤوليه لانه طويل عريض يعني وراكم. هو بده يكون حدا عم بدير، بده يكون حدا واقف عم بيحط هيدا التايم مع الكلاينت لحتى ما يكون هو مزعوج من التاخير، وبنفس الوقت اليوم المعلمين اللي عم يشتغلوا ما تكون عم نرهقهم ويلا وبدنا نخلص. لا، كل شيء بده ياخذ وقته، كل شيء بده ينشغل مع المواد الجديده هيك حتى نرجع شوي على اكيد لتكون النتيجه حلوه وجديده. لتكون النتيجه حلوه مع المواد الجديده اللي لازم نستعمل، لازم يكون في اكيب عم يحكي تكنيكال ايشوز مع المعلمين، ناس عم تشتغل على الديسبلاي والديكوريشن بنفس الوقت اللي عم البلانش اللي عم نشوفها هلا، هالتنوع اللي لازم يشوفه الكلاينت، الدريسوار تبعي شو بيلبق معه بوف، شو بيلبق معه ميت تيبلز، شو معقول نحط معه قصص سسبندد لامبادير موجود بالاسقف. هون لازم يكون في فريق ثاني عم يشتغل على الورشه بنص
الورشه عم يعمل ريسيرش لحتى نبلش نوصي على الاغراض اللي موجوده اللي راح نحبها اللي بدنا نشتغل فيها لحتى الورشه تكون كلها عم تخلص مع بعضها، ما تكون تاخرنا بتصنيع الفرش او تاخرنا بطلبيات اللايتنج. هيدي الاشياء برجع بقول لك الاخطاء الحسيه بننتبه لها اكثر من الاخطاء الزمنيه. اوكي، بالنسبه للمواد الجديده يلي نحن هيدا تبعنا اليوم، شفت انا كانه الميكس اند ماتش، انه هيدا كانه نحن عم نفوتهم ضمن المواد الجديده. كنا نسمع قبل زاهر انه المطبخ اف بدنا اياه خشب وما منزيح عنه، اليوم يعني صار ما بقى حدا يطلبوا خشب. صح. هي عن هيدي كمان فينا نعتبرها مواد جديدة. طبعا اليوم شركة المطابخ صنعت الجلوسي لمايكا وود اللي هو الأجر المغطس بالمي، يعني تعرض لمي بيحطوه 24 ساعة تدرف بالمي، بيعملوا لها تيستينج. كرمال هيك أنا بشجع دايما الواحد يعمل هالريسيرش، يعمل هالزيارات على الاكزيبيشنز لحتى يشوف الماتيريالز كيف عم تتجرب من قبل الشرك مش من قبلنا نحن، هن بيجربوا الماتيريال اللي بيعطونا اياها. ايه تطور كثير شغل المطابخ، تطور كثير حتى الاكسسوارز بالمطابخ، الماجيك كورنر والماركت وهيدي الاشياء اللي صار عندنا فيها الضبضب اكثر، الديسبنسر ما بقى عم نشوف صار مخبى بقلب الكابينت، السلات الخضره اللي كثير بتعني ست البيت ما بقى مبينه، ما بقى في عندها ريحه بصل بهالمطبخ اللي مكلفها كثير حلو، هيدي التفاصيل كثير مهمه، الميلانجور الميكسر اللي موجود بقلب المجلى صار ريموفبل نقدر نشيله ننظف فيه كل المطبخ، هيدي التفاصيل، هيدا تنوع ماتيريالز. اليوم صارت ست البيت بتشوف حالها بالميلانجور بالميكسرز اللي موجودين عندها، بالاكسسوارز اللي موجودين عندها. كمان الجدير بالذكر مريات اليوم نحكي بعالم الدهان، بعالم البينتينج، السيمنت تكستشر قد ايه صارت كثير دارجه بالمطاعم بالشقق بالابارتمنتس، كثير صارت دارجه، نقشه البيتون عم بحكي عنها لانه عم تعطينا صارت عم بتحل محل بلاط بمحل من المحلات، عم تعطينا هالافال مودرن الاندستريال اللي قادرين نشوف البيت هذا شيء جديد يعني هالقد استوديو شوي لي غريبه كمان. كثير عم تطلع حلوه مع اللايتنج مع الورم لايتنج، يعني بنستعمل بالمكتب اللون الابيض بالبيت اللون الورم، هيدي الاشياء باطارها وبهيك بطريقه شغلها بتنجح البروجي. ما بقى عندنا صور؟ ما بعرف لانه مبسوطه بالقصص هيك يلي عم نشوفها. وبفتكر لما قلت لك هيك حبيت كمان كيف انعملت الكاوتش اللي كنا عم نشوفها قبل شوي. صح. هلا هو بدها مساحه، نرجع دائما للمساحه، بدها مساحه، بس كمان كيف معمول انه في مطارح بلا ظهر. صح. في مطارح مع ظهر، هيدي لكسر الروتين دائما تنعمل بالسيتنج اريا لحتى ما نشوفها قل او فوق قل لحتى نكسر الروتين بالسيتنج اريا. فينا نعتبرها انه هيدي جديده كمان. اكيد عم اقول لك حتى بالفرنشر في اشياء جديده. هون الجدير بذكر انه الظهر تبع هي الفطور بينضب، له ميكانيزم بينضب وبيرجع بيطلع. بالفطاي قبل ما كنا نشوفها كنا نشوف فطاي عاديه قاعده ما عندها ظهر او ما عندها ظهر. سو هيدا كمان تنوع بعالم الفرنتشر، كمان تنوع بعالم الخلق الايتيمز جديده بالفرنتشر بالقماش، ايدياز جديد، ايدياز جديده وكثير مريحه وعمليه. طيب هيدا الشيء كله فاذا بيلحق بعضه، يعني اليوم. صح. لما بيكون في عندي انا افكار جديده بالعفش خليني اقول، افكار جديده بالدهان، افكار جديده، يعني عم نروح صرنا خلص على كونسبت كله جديد. Different. وبالتالي ما بقى فينا نحن نروح على هيك بيت عادي طبيعي بس انا ما بقى عندنا شيء ستاندرد، صار في عندنا ايتمز كثير بالفرش، صار في عندنا اشياء كثير هاي تك بالسفره، صار في عندنا السفره اللي بنقدر نكبرها اللي بنقدر نصغرها. اي نو هيدا الميكانيزم موجود من زمان بس كان موجود بالخشب ما كان موجود بالرخام، ما كان موجود بالبلكسي او بالازاز. صار في عندنا هالميكانيزم اللي كثير حساس اللي كثير صار في عنده شرك صيانه. هون انا دائما بنصح انه لما نروح بدنا نشتري هيك ايتم اللي هو مكلف نشتريه من وكاله من شركه عندها اسم بالبلد قادره تعمل مينتنس عليه، لانه ما فينا ندفع حقه باول سنه بثاني سنه يخرب من الاستعمال وما يكون في ناس تعمل له صيانه. رخام نفس الشيء، لانه في رخام بنجيبه جديد العوامل الطبيعيه، نسال معامل الرخام، هيدا بيعيش عندنا رخام، نحن عندنا بيت بالجبل، معقول يملح، معقول الخشب يسوس بمحل ينتزع لون
لونه، هيدي الاشياء كثير مهمه. اي نو لازم الاركيتكت اليوم يكون هو عم ياخذ هيدي المبادره وعم بيعالج هيدي المواد، ولكن ننتبه انه كل شيء مواد جديده لها سلبياتها ولها ايجابياتها، ولكن لها سلبياتها لازم ننتبه لها ببادئ الامر. عاده لما بما انه عم نحكي عن هيدي القصص، عاده لما الكلاينت بيجي لعندكم بتقولوا له عن هيدي القصص، يعني اذا كنتوا بدكم تحطوا رخام او بدكم تحطوا خشب او شو ما كانت التوجهات تبع الديزاين تبع الابارتمنت، بتقولوا له انه نحن بنفضل مثلا هون ما تحط رخام لانه رح تكركبك بعدين او رح تخلق لك مشاكل بعدين؟ او نورمان فوستر اللي هو المهندس العالمي دائما بيقول انه عدو المهندس شغلتين، العين والعوامل الجويه. العين لانه هي بتطلع الغلطه، والعامل الجوي هي اللي بتاذي الماتيريال. طبعا بننصحه، بنقول له انه اليوم اذا عم نشتغل تي في يونت ما في يكون في ليد تحت التي في لانه انت وسهران بيزعج العين، وطبعا العوامل الجويه هون بتاذي الخشب، ما في ان اقرب الخشب كثير على الفيتراج، كثير على تلبيس الازاز وعلى البلكون لانه الخشب بينأذى من العوامل الجويه. دائما ابوابنا لما تكون في موجوده بمحلات فيها مي وفيها مي غير صالحه للاستعمال كمان بتاذي الخشب. هيدي التوصيات لازم نشتغلها مع الديزاين لانه ما فينا نشتغل ديزاين نخسره بعد فتره من وراء هيدي الشوائب. شكرا كثير لك زاهر عبد الله، ميرسي كثير على هيك الصور والاخبار والمعلومات الجديده اللي اعطيتنا اياها اليوم. شكرا، نحن بنرجع بنلتقي الاسبوع المقبل. مشاهدينا بتوقف مع فاصل ومنرجع منتابع صباح اليوم.